ان وجدت يعني. تمام. وقال له نص الماده 6 على 6. 6 على 6 اللي هي بتنص بتقول ان اللاعب المحترف المرتبط بعقد اذا يعني حرر عقدين في وقت واحد فيعرض للعقوبه الاتيه. اول حاجه تغريمه من قبل لجنه شؤون اللاعبين غرامه ماليه. اثنين عدم الاعتداد بعقوده او اوراق قيده، الغاء اي حاجه جديده قضمة. ثلاثة رجوعه الى نادي الاصل. ايوه اللي هو مقيد فيه. بس وبعدين برضه ما يؤخذ على نادي الزمالك حضرتك في عقده، انا فوجئت ان العقد اللي هو مقدمه ثاني صفحه منه بالظبط في حاجه اسمها تعليمات الاتحاد المصري لكره القدم، تحتيها تعليمات هامه. بينبه على الانديه ان هي قبل ما تخش تعمل 1 2 3 لا ومنها بيقول له يحظر عليك ان انت تروح لنادي عشان اسف للاعب عشان تنتفع بمجهوده قبل الرجوع الى ناديه وقبل ابلاغ المنطقه والاتحاد. يكون دي حاجه اوفيشال يعني حاجه رسميه يعني ما ينفعش نقول ان انا رحت لهم، لا يبقى في حاجه دوكيومنتد للكلام دون ورق. اذا انت النهارده بتدفع ببطلان اجراءات الزمالك حسب البنود وحسب اللائحه وحسب العقد. العقد ذاته. الدفع الثاني ايه؟ لقينا حضرتك ايه يا فندم؟ حضرتك بتدفع بايه ثاني؟ الاول بطلان عقد اللاعب لانه موقع على بياض. ثاني حاجه ان اللاعب لما تقاضى اي مبالغ من نادي الزمالك تحت اي مسمى. طيب وفي وصولات امانه هو ماضي عليها؟ يا فندم؟ لا 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 مفيش ايصالات امانه لان هو مفيش وقع تسليم فلوس خالص. مفيش فلوس. تسليم ولا تسليم. ولا حتى اوراق الزمالك فيها ايصال امانه؟ لا 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 خالص ما قدمش. خالص. الله اعلم. طب ايه بقى الحديث عن انه خد فلوس؟ اوراق انا ما اعرفش فحواها ايه. تاني حاجه ان جميع المستندات المقدمه من نادي الزمالك سلمت اليه على سبيل الامانه من اللاعب لحين انتهاء الزمالك من اتفاق مع نادي الاتحاد السكندري على انتقال اللاعب الى نادي الزمالك. فاي تصرف فيها خيانه امانه. على حاجه انت اسأت استخدامها وده كلام مش منطقي. صحيح. مجرم طبقا لقانون العقوبات. صحيح. في حاجه اسمها في القانون خيانه الامانه. خيانه ائتمان. فما ينفعش الكلام ده. هو فوجئنا انه في العقد مغالى فيه جدا فكاتب مثلا في اشتراكات خاصه. وده يبطل العقد برضه يعني يبطل هذه الاخطاء يعني يظهر فاتهم برضه مسؤولي الزمالك ان المغالاه في الشيء ده يعني هيؤدي الى يكشفوا طبعا الى بطلان العقد. صحيح. يعني مثلا سبيل المثال بيقول لك في شرط جزائي في حاله فسخ العقد من قبل اللاعب يلتزم بدفع 30 مليون جنيه. اي منطق يقول الكلام ده؟ ده اسراء بلا سبب. في 30 مليون جنيه شرط جزائي. 30 مليون جنيه شرط جزائي وفي حاله كذا 20 مليون وفي حاله كذا 15 مليون. قصص يعني داخل لك مثلا في 100 مليون. ازاي الكلام ده؟ طيب نشوف القواعد القواعد المنظمه للقصه دي في طبقا لائحه شؤون اللاعبين انتقالات اللاعبين وقيدها في الاتحاد المصري. بيقول لك ايه؟ بالنسبه للشروط الخاصه الاشتراطات الخاصه دي لا يعتد بها الا إذا وقعت من قبل اللاعب والنادي أمام الموظف المختص بالمناطق الرئيسية. صح. المنطقة الخاصة. صح. يعني ما ينفعش حضرتك أروح أنا كاتب اللي أنا عايزه وأروح أعتمده. لا. لازم هذا الكلام يتم التوقيع عليه من قبل اللاعب قدام الموظف المختص في منطقة الكورة. تمام. وكل الكلام ده أنا مش عارف الزمالك كان هل حضرتك كان في مندوب عن نادي الزمالك موجود في الجلسة؟ كان في واحد محامي حاضر عن الزمالك كان مراقب بس. كانت اللجنه القانونيه الرباعيه من الاتحاد؟ لا ده علاوه على كده الزمالك بيقول لك ايه؟ ان اللاعب تقاضى منه مليون ونص. تقاضى مليون ونص. والزمالك خصم منه قيمه الضرايب مقدارها 300,000 جنيه. فاحنا النهارده طلبنا الزام نادي الزمالك انه يقدم الايصال الدال على سداد قيمه الضرايب المستحقه على هذا العقد. عايزين نعرف الراجل ده خصمها المفروض على حد قوله ان هو دفع الفلوس دي وخصمها في 1/1. طب احنا النهارده حضرتك داخلين على اخر 7 فيقول لنا والله وردها لمين وايه القصه مشيت ازاي يعني. هل تعتقد انه في اجراءات بعد كده تروح للمحكمه ولا؟ لا انا ما اعتقدش فيها محكمه ولا حاجه واللجنه هتنهي القصه. هي اللجنه النهارده اجلت حضرتك التحقيق اللي جالس هو خلص طبعا مع جده خلاص مش مطلوب في حاجه ثانيه. والنهارده حضرتك اجلوها ل 26/7 لاستدعاء وكيل اللاعبين اللي هو وكيل اللاعب ذاته انور شلوفه. انور شلوفه والتاني ده نبيل ابو زيد. نبيل ابو زيد. هو كان موجود انور شلوفه. طيب. واحنا طلبنا من اللجنه السماع اقواله النهارده شهادته وهم للاسف قالوا احنا
هنسمعه في وقت ثاني. جده طلب ان حسام حسن وابراهيم حسن وحازم امام يجوا يحلفوا اليمين ويقولوا اللي حصل. احنا طلبنا من اللجنه كده، واللجنه بس هي غير مخول ليها قانونا انها توجه اليمين الحاسمه في تحقيق بتجريه تحقيق اداري، ده مش المفروض حضرتك. تمام. انما احنا بندلل على صحه الواقعه، فتيجي الناس وتقول القصه ماشيه ازاي. والجولة الجاية استدعاء الوكلاء يوم 26/7 إن شاء الله. فبالتالي جده موقوف ومش هيشارك في مباراة السوبر يوم 25. لا لا ليه؟ ده موضوع وده موضوع. اللجنة مش هي اللي أصدرت القرار. احنا النهارده هنتقدم بطلب للجنة شؤون اللاعبين النهارده، ان برفع طبعا بتاعي عشان اقدر استفيد من مجهودات رفع طلب الايقاف الشكل اللي كان فرض عليه لحين التحقيق معاه، لانه القرار كان لحين التحقيق معاه والتحقيق تم. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، ان انت توقف لاعب وهو مرتبط بعقد مع نادي، ده مخالف للفيفا. صحيح تماما. صحيح. انت بقى ناصص عليها في لائحتك الداخليه اللي هي بتتعارض مع الفيفا، ماشي على عيني وراسي. بس العقوبه احنا قلنا عقوبه شخصيه، ده القانون بيقول كده. فما ينفعش تتوقع عقوبه على واحد وتمتد لاخر. انا النهارده ذنبي ايه كنادي اهلي؟ الولد انت وقعت عليه عقوبه. صحيح. انا ذنبي ايه؟ انا مش طرف القصه دي. صحيح. انت بتحرمني من مجهود هذا اللاعب بالظبط. فالاهلي هيتقدم بطلب النهارده برفع هذا الايقاف. طبعا ده احنا قلنا له، واحنا بنقدمنا طلب بالكلام ده، واحنا قدمت طلب بالفعل. بالظبط كده. وهي اقصى حضرتك يعني حتى منصوص عليها في الجواب المبعوث من نادي من الاتحاد المصري لكره القدم لنادي الزمالك في 8/2/2010 بيقول له ان القصه دي يعني ايه ما قالها، تطبيق نص الماده 6/6. عايز اقول لحضرتك على حاجه، تقضي بالغرامه اللي هي الغرامه، وهو اتحاد الكره نفسه، هذا المجلس وهذه اللجنه الصيف اللي فات عملت نفس الاجراء مع احمد عمران. اي بالظبط كده. لاعب الجونه من ورا ظهر الجونه راح تعاقد بالفعل مع الجونه مع البتروجيت ورفض ينتقل لبتروجيت وكان هيدفع الشرط الجزائي. بعدها اتحاد الكره رجعه للجونه زي ما اللائحه قالت وغرمه 150,000 جنيه. بالظبط. نفس الكيس بالظبط. بالظبط. مستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الاهلي كان حاضرا اليوم في جلسه التحقيق.